نعتقد أن هناك الآن في بادرة أمل معقولة بالمباحثات التي نراها في جنيف 3، ولكن علينا أن نركز على أن جميعاً علينا أن أو واجب علينا أن نخرج المواطن والشعب السوري من هذه المأساة. أعتقد من المهم أن ننتهي من مسألة أن نلوم طرف دون طرف. هذا لن يفيد المواطن السوري ولن يفيد الشعب السوري على المدى الطويل. علينا العمل جميعاً على الهدف الأسمى، ألا وهو حماية وتأمين مستقبل أفضل للمواطن السوري.